السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من تواصل دوت كوم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والبداية من المقاطع المتداولة، ولدينا هذا المقطع. نبدأ اليوم مشاهدينا الكرام من ملف انتشار السلاح في العراق واستخدامه من قبل البعض لنشر الإرهاب والرعب بين المجتمع، وكذلك استخدامه وسيلة لتحقيق الغايات بعيدا عن القضاء والقانون بسبب غيابهما في زمن حكومات الاحتلال. أظهر مقطع مصور جرى تداوله في مدينة كركوك قيام شخص بإشهار سلاحه وتهديد عائلة تستقل سيارة. لماذا؟ السبب هو بسبب الازدحام في الشارع. كما ظهر أيضا في المقطع الذي أثار غضب العراقيين توسل فتاة بهذا الشخص الذي يحمل السلاح في محاولة لثنيه عن إطلاق النار على عائلتها، في مشهد يعكس حجم الاستهتار وانفلات السلاح في العراق. لنشاهد. لنتابع الآن مشاهدينا الكرام بعضا من التعليقات التي وردت بشأن هذا المقطع في موقع فيسبوك. أول تعليق لدينا من وسام يقول: شنو هي صايرة عصابات؟ لو شنو فهمونا شنو صايرة؟ كل من إلى حتى نعرف. في تعليق من أمير يقول: أين القانون يا قائد عمليات كركوك على هذه النماذج الغير منضبطة أو غير المنضبطة؟ حسان يقول: لو عنده غيرة ما يشيل السلاح على مرة، بس غيرة ما باقي ولازم يتحاسب حتى يصير عبرة. وفي تعليق لدينا من رمزي يقول: على المعنيين البحث عن هذا الشخص واعتقاله. هذه جزء كانت من التعليقات مشاهدينا الكرام. ننتقل الآن إلى موضوع آخر لدينا في هذه الفقرة. منذ انطلاق ثورة تشرين والمتظاهرون وكل من نشط في هذه الثورة ملاحق ومهدد، وتعرض بعضهم للاغتيال بسبب قضيتهم وكذلك مطالباتهم. على العكس مما يعتقده البعض أن لثوار تشرين ممثلين في البرلمان، فلو كان مسموحا لتشرين وللتشرينيين الحقيقيين بالحرية لسقط النظام بأكمله. نربط هذا المقطع مشاهدينا الكرام الذي ستشاهدونه الآن، ملف المتظاهرين، مع ملف السجون الحكومية، حيث طالب ثوار محافظة النجف بإسقاط التهمة الكيدية عن المتظاهر المعتقل منذ أكثر من 3 أشهر زيد الأسمر بعد تردي حالته الصحية ومنع مدير شرطة النجف نقله للمستشفى، فضلا عن منع الزيارة له من قبل ذويه بحسب ناشطين من المدينة. نشاهد الآن هذا المقطع مشاهدينا الذي يعرض بالقرب من مكان احتجاز هذا المتظاهر شهادة من أحد المواطنين الذي يتحدث عن مكان الاحتجاز ووضع المعتقل. فلنشاهد. الآن تواجد قوات الشغب وسوات والشرطة المحلية بالقرب من المركز الأول. وصلت لنا معلومات أنه زيد الأسمر في حالة مرضية يرثى لها، وقائد الشرطة باسم الأسدي ما يرضى يدز زيد الأسمر للمستشفى. تمام، ردنا نجي، ردنا تخيل دزون القوات بقد التمن. المتظاهر اللي بالنجف شنو وضعك؟ نبقى مع نفس الموضوع، السجون العراقية، وننتقل إلى مقطع آخر مشاهدينا الكرام. أظهر هذا المقطع وفاة معتقل في سجن التاجي بعد تدهور حالته الصحية منذ 3 أشهر ومنع علاجه من قبل السلطات الحكومية. المقطع هذا الذي ستشاهدونه بعد قليل صوره شقيق المعتقل، يظهر حال المعتقل وجسده النحيل بسبب المرض، حيث أبدى شقيقه غضبه على وزارة العدل وحكومة الكاظمي بسبب ظلمها الواقع على المعتقلين. يشار أيضا مشاهدينا الكرام إلى أن المرصد العراقي لحقوق الإنسان وللحريات أكد قبل نحو شهر ارتكاب انتهاكات وعملية تعذيب ممنهجة ضد معتقلي سجن التاجي في بغداد،
وكشف المرصد عن مسؤولية مدير سجن التاجي ومعاونه عن تعذيب سجناء بالضرب المبرح والتعليق من الأيدي والأرجل لساعات طويلة في محاولة لابتزاز أهالي المعتقلين بالمال عبر سماسرة، لافتا إلى تجاهل وتواطؤ مدير السجن لشكاوى وردته بهذا الصدد. لنشاهد. هذا أخوي بسجن التاجي صار له 3 أشهر مريض، يدون ما حد يجيبه للمستشفى، ما حد يجيبه للمستشفى. وعلى خياطات. وعلى خياطات بجسمه ما نعرف شنو ما شنو. صار له 3 أشهر هذا مريض وبسجن التاجي. ولا قيم دعوة على المدير. ويا منتسب بالشرطة كان. زين هذا ذبون اسمه وجماعة التاجي. تفضل يا الكاظمي. تفضل. تفضل يا مقتدى الصدر، تفضل. تفضل. تفضل، صار له 3 أشهر مريض، ما حد يجيبه للمستشفى، ذبون اسمه والعدل. تفضل. لنقرأ بعضا من التعليقات مشاهدينا الكرام التي وردت بشأن هذا الموضوع في موقع فيسبوك. أول تعليق من محمد صالح يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبي الله ونعم الوكيل على كل ظالم، الله ياخذ حقك من كل مجرمين، من كل المجرمين. في تعليق من محمد يقول: حسبي الله ونعم الوكيل، هذه أو هذا مات من الجوع، شوف شكله لا ماكل لا شارب، حتى اليهود ما يسوون هيك. في تعليق من كرم يقول: الله ينتقم من كل ظالم، هسه هو ماخذ حكمه بعد على اليمن وهو يعتبر أسير عندكم، الله أكبر المن تشتكي. وآخر تعليق لدينا من سارة تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، الله ينتقم من هيك دولة، الله يمهل ولا يهمل. في انتقال مشاهدينا الكرام الآن إلى موضوع آخر لدينا في هذه الفقرة. يضطر سكان محافظة نينوى للانتظار في طوابير طويلة أمام محطات الوقود لساعات من أجل التزود بالبنزين ومادة الغاز، حتى أصبح الأمر مرهقا ومذلا على حد وصف أبناء المحافظة. المواطنون طالبوا باتخاذ إجراءات صارمة وعقوبات رادعة بحق المهربين ومصادرة البنزين المهرب وتشديد الإجراءات الرقابية، لا سيما أن هناك حديثا عن تهريب حصة المحافظة من الوقود إلى سوريا ولبنان بالتواطؤ مع الميليشيات المسلحة التي تستحوذ على المحطات الأهلية في المحافظة عبر أذرعها فيما يعرف بالمكاتب الاقتصادية. لنشاهد الآن مشاهدينا الكرام المقطع الذي صوره أحد المواطنين من مدينة الموصل قبل الانتقال لاستعراض بعض التغريدات. لنشاهد. ماذا تلاحظون؟ أيضا وقوف سيارات الكبيرة، سيارات الحمل تنتظر حتى تدخل محطة زمار الحكومية حتى تتزود منتوج الغاز وايل زيت الغاز. البارحة بالموصل شوي صار انفكاك للأزمة، هاي أيضا سرى منتوج البنزين أيضا واصل تقريبا بين قرية تلموس وناحية زمار. هذا اليوم مشاهدينا الكرام تفاعل مواطنون عراقيون مغردون في موقع تويتر مع وسم كلا للنظام الزوجي والفردي بعد تلويح الحكومة باللجوء لهذا النظام في محاولة لحل الأزمة. هذا النظام لمن لا يعرف تم استخدامه في بدايات الاحتلال الأمريكي في محاولة لإنهاء أزمة الاختناقات المرورية وكذلك الانتظار الطويل أمام محطات الوقود. هذا النظام طبعا أيضا لمن لا يعلم هو يعمل بنظام لوحة السيارة باستخدام الأرقام الفردية والزوجية. الآن مشاهدينا الكرام دعونا نتابع بعضا من التغريدات التي وردت بشأن هذا الموضوع في موقع تويتر. زينب تقول: يتم تهريب النفط ومشتقاته في محافظة نينوى من قبل جهات مسلحة، لا سيما في حقل عين زالة ومصفى الجيارة، مما يتسبب بالأزمات المتراكمة. فاطمة تقول: نظام الزوجي والفردي يضر المواطن ويفيد أصحاب المحطات الأهلية التابعة للفصائل المسلحة، يجب إلغاؤه. في تغريدة من جنان تقول: تقارير حكومية وجهات إعلامية تؤكد سيطرة ميليشيا عصائب أهل الحق بين قوسين على تهريب النفط ومشتقاته في محافظة نينوى.
وآخر تغريدة من محمد يقول: يتم تهريب النفط ومشتقاته في محافظة نينوى من قبل جهات مسلحة، لا سيما في حق العنزالة ومصفى الجيارة، مما يتسبب بالأزمات المتراكمة. الآن ننتقل إلى الموضوع الرابع لدينا في هذه الفقرة مشاهدينا الكرام. أطلق نخبة من الشباب المتطوعين حملة معا لتبقى بغداد أجمل تحت شعار كن نظيفا منظما تعش سعيدا مكرما، بجهود ذاتية لتنظيف العاصمة بغداد. المتطوعون تجولوا في شوارع يوم الجمعة في الشوارع، وذلك في شوارع العاصمة بغداد التي تحتاج إلى تنظيف لكي ينظفوها، وكذلك لكي يقوموا برسم أو يضعون بصماتهم الجميلة على الطرق والشوارع التي يمرون من خلالها، وأيضا لكي يضعوا أعمالهم المميزة في الأزقة. أهداف الحملة هي تنظيف الشوارع الأثرية المنكوبة التي تعاني من الإهمال، وكذلك لحث المواطنين العراقيين على الاعتناء بهذه الشوارع وتنظيفها وعدم إهمالها. لنشاهد جانبا من نشاطهم. من الصبح شارع بريد بغداد، مكتب بريد الأقصى، تم تنظيفه من قبل حملة مع لنجعل بغداد أجمل. الشباب ما قصروا من الصبح لحد الآن يشتغلون، نظفون وصبغوا، حتى الشارع صار يفتح نفس. نبقى مع نفس الموضوع مشاهدينا الكرام وننتقل إلى جانب آخر من هذه الحملة، جانب آخر بحملة تنظيف ضفاف أنهار العراق التي أطلقها سفراء النظافة، وهي مجموعة من المتطوعين الشباب لنشر ثقافة الحفاظ على البيئة، حيث شارك في آخر نشاط للحملة أكثر من 200 شخص، وجرى جمع أكثر من 3000 كيس نفايات بجهود المتطوعين من على ضفاف نهر دجلة. لنشاهد هذا التقرير الذي سلط، أو هذا المقطع بشكل تقرير، سلط الضوء على آخر حملة لسفراء النظافة. تعدت الشباب ولبست الستر الواقية وانطلقت الحملة الرابعة لتنظيف أنهار العراق. هالمرة الأنقاض أكبر وأضخم من قبل، بس الشباب جت حشود متحالفة للوصل، وبداية الشغل إجا الفستق والتموا على بالطاقة. بذلنا جهد جبار، وهنا طلعنا أنقاض عملاقة وحشينا القصب ونظفنا واشتغلنا بدون استراحة، والناس قامت تجيب لنا أشكال الدعم. لك هاي شلون كليشة حلوة، صعدنا كل هاي الكياس يا يابا، يمكن فوق الألف كيس، وآليات الأمانة تنقل وما تلحق، واللمسات الأخيرة بس هالمرة طورنا أكثر. الأمانة جابت حاويات جدة وغسلت المكان، يلا مرة جاية نسوي كورنيس جديد. وخلصنا وفرحنا بهوسات وطنية، وجل غدا الخرافي يبو دولما لاجعه من نيدوم سجاد عسيري. هاك يا معوض ضوج، خير من الله اجى أكل، أنا ما قصرت تدرون بيه. والله عمي تستاهلون شباب يابا، حتى عصير أخضر كانوا ختمناها بالبقلاوة ضربة النخاع. لنتابع الآن مشاهدينا الكرام بعضا من التعليقات التي وردت بشأن هذا الموضوع في موقع فيسبوك. أول تعليق لدينا من آية تقول: ما شاء الله حكومتنا عجزت عن أبسط ما يكون، ولكن بسواعد الأبطال لم تتوقف حملات التنظيف، بارك الله بكم جميعا وجزاكم خير الجزاء. في تعليق من ظافر يقول: بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء على هذا العمل الطيب، جعلها الله في ميزان حسناتكم ومن الله التوفيق. وفي تعليق من أمال تقول: ما شاء الله عليكم، الله يعطيكم الصحة والعافية يا رب، ويرجع العراق مثل ما كان وأحسن. وفي تعليق من سعد اللامي: هذه الأمور تفرح العراقيين وتثلج صدورهم وتعيد الثقة للجميع أن هناك أمل لبناء وطننا، بارك الله بالجهود الخيرة وإلى المزيد، والله ناصركم. هذه جزء من التعليقات مشاهدينا الكرام، نراكم بعد قليل مع فقرة أنت ترى. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، الآن مع فقرة أنت ترى، خدمة تقدمها قناة الرافدين لحضراتكم، لمن يريد أن ينشر مقاطع يرسلها لنا عبر هذه الخدمة بأرقام معينة تظهر لحضراتكم. وردنا هذا المقطع وبه النص الآتي:
أرجو من حضرتكم، من حضرتك، نشر قضيتنا. نحن خريجي المعاهد التقنية في محافظة ديالى مع تصميم أمام مبنى محافظة ديالى من تاريخ 28/11 لحد الآن، وناصبين الخيمة ومتحملين الظروف الصعبة، ولا يوجد أو توجد أي استجابة من الحكومة المحلية ولا المركزية. احنا نطالبكم أن تقفوا معنا وأن تستجيبوا لمطالبنا كيف وبكم، وأنتم تنظرون إلينا ونحن جالسين في الشوارع ننتظر منكم الإنصاف بحقنا. ألم يهتز ضميركم بعد؟ الكلام موجه إلى الحكومة، وإن الله ربي ينظر إليكم فمتى تنفيذ وعدكم لنا. الآن لنشاهد مشاهدينا الكرام المقطع الذي أرسل معه هذا النص. خيمة المعاهد التقنية أمام مبنى محافظة ديالى معتصمين أكثر من 80 يوم، ماكو أي استجابة لا من الحكومة المحلية ولا مركزية. ما أعرف ليش إحنا غربة شيشانيين، فإحنا كنا أصحاب حق ولساننا طويل وباقين وناخذ حقنا مربع، الله شاهد، وناخذ حقنا مو اليوم باكر، وباقين لو منا سنة الخيمة ما تنشال، لو عقل لو تابوت. فنطالب الحكومة الشريفة إذا بيهم شرفاء أن يحلون قضيتنا، وقضيتنا كل سهلة تراحنا، وإحنا مهمشين من 2003 وقضيتنا كلش سهلة، الله شاهد، شو أخطأ تقلمني؟ إحنا كل الدوائر تحتاجنا، فإحنا باقين إن شاء الله باقين، لا عبالكم هاملين نشيل خيمة، لا والله ما نشيل خيمة بالعباس أبو فاضل، باقين حتى ناخذ العقد، لو عقد لو تابوت، ما عدنا غير هالكلام، سنة سنتين باقين ما عدنا مشكلة. الآن مع فقرة صندوق الوارد لدينا هذه الرسالة، دعونا نقرأها لحضراتكم. ممكن نشرون قضيتنا والتضامن معنا إعلاميا؟ نحن خريجو الدبلوم من 2003 مهمشين، لا يوجد تعيين لنا في الدوائر الحكومية رغم الاختصاصات الكثيرة من كهرباء، ميكانيك، محاسبة، مساحة، إدارة الحاسوب والسيارات، وإدارة الموارد أو المواد وباقي الأقسام والتخصصات. وعلى الرغم من وجود الحاجة لنا في جميع الدوائر الحكومية، لكن لا أحد ينظر لحملة شهادات الدبلوم. مشاهدينا الكرام، بإمكان حضراتكم أيضا أن ترسلوا لنا ما ترغبون بعرضه عبر شاشتنا من خلال منصاتنا الإلكترونية المنتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي المعتمدة التابعة لقناة الرافدين الفضائية. نراكم بعد قليل. أهلا بكم إلى الهاشتاج. يواصل خريجو المجموعة الطبية والمهن الصحية حراكهم على مواقع التواصل الاجتماعي للضغط على مجلس الخدمة والحكومة لإطلاق استمارة التعيين الذي كفله لهم القانون، كونهم من الفئات التي يجب تعيينها مركزيا، حيث تصدر وسم استمارة الصحة يا مجلس الخدمة ترند العراق على موقع تويتر بعشرات الآلاف من التغريدات في محاولة للفت الانتباه لقضيتهم بعد تجاهل الجهات المعنية لهذا الموضوع وتأجيله لما بعد إقرار الموازنة. هذه جزء من التغريدات لنقرأها سوية. إبراهيم البزوني يقول: سعر النفط الخام يصل إلى 98 دولار للبرميل الواحد، ولا زال مجلس الخدمة الاتحادي يماطل بإطلاق استمارتنا. علي شاكر يقول: الله يهلك كل من جاي يسوف ويضيع حقنا، بلد محتاج كوادر صحية، ناس تعبها الوباء والمرض، ناسنا محتاجتنا وهم همهم السرقة. إذا هنا ما حد يقدر أكو رب العالمين اللي ياخذ حقنا منكم وكل ظالم بكم. في تغريدة من مصطفى الكربلائي يقول: من المخزي والمعيب أن تترجى من المحكمة أن توافق على الاستمارة لشريحة مهمة في المجتمع، وخاصة إحنا في ظرف في أمس الحاجة لهكذا شرائح. آخر تغريدة مشاهدينا الكرام من نور اللي تقول: إلى مجلس الخدمة الاتحادي، نحن خريجو المجموعة الطبية والصحية والتمريضية دفعة 2021 نطالب بفتح استمارة التعيين المركزي لكوننا مشمولين بقانون التدرج الطبي رقم 6 لسنة 2000.
كانت هذه جزءا من التغريدات مشاهدينا الكرام التي وردت بشأن هذا الموضوع. نراكم بعد قليل مع القصص المنوعة. أهلا بكم. يعتبر مفهوم الإسلاموفوبيا مفهوما رسخته القوى العالمية لنشر الكراهية بين صفوف مجتمعاتها ضد المسلمين بحجج كثيرة يعتبرها الكثيرون واهية لا تمس الواقع بصلة. وفي واقعة جديدة تنم عن العنصرية والكراهية ضد العرب والمسلمين، اعتدت ثلاث طالبات نيوزلنديات على طالبة مسلمة في المدرسة وقمنا بضربها ونزع حجابها وتصويرها والتشهير بها، لتأتي بعدها المطالبات بتحقيق العدالة للطالبة المسلمة ومحاسبة المعتديات. لنشاهد. ننتقل الآن مشاهدينا الكرام إلى قصة أخرى. وسط العاصفة يونيس، طيار مصري أبهر الجميع بهبوط مميز رغم الرياح الشديدة فوق مطار هيثرو في العاصمة البريطانية لندن. لنشاهد. بهذا مشاهدينا الكرام نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.